بنتي انت منيحة؟ إذا بدك منخبر الدكتور. لا أنا منيحة، يعني مغص بسيط وبروح، بس أخذت الدواء وارتحت. اطمني أنا منيحة عن جد. جوليدا أنت نزلتي قبلنا لتحت، عن شو كانوا عم يحكوا؟ أنا ما سمعت شي، لأنه أصلاً هن كانوا كتير عم يصرخوا، وكان هداك الرجال عم يضل يقول بنتي بنتي، يمكن كان اسمه جنيد أو هيك شي. الله يلعنه. يعني أنت ما سمعتي أي شي تاني؟ راح جنيد فرهاد؟ أنت لا تلاقي، حليت القصة لا بقى تخافي. تلفت أعصابي كتير عن جد فرهاد، ماني حاسة إني منيحة. ماشي ماشي، لا تفكري بهي القصص أنت أبداً. بصعوبة هدينا مرتك فرهاد، خفنا يصير شي للولد من التعصيب. أنت تعي معي. شوفي أنا؟ ارتاحي. شو عم بصير؟ أنت اهدي. شوفي الماما هون كمان، شفتيها؟ ماما ليك بابا رجع، وعدني يرجع وهي رجع، رح نرسم مع بعض. حلو كتير، رح يرسمي معنا، منتسلى ومنعمل نشاط مع بعض مثل العيلة المثالية. اي ماما يلا تعالي. حبيبتي أوزكي أنا تعبانة، روحي هلأ أنتي والعبي مع بابا، وبعدك المرة جاية رح نلعب أكيد مع بعض. ماشي؟ ماما خلصنا بابا، الماما تعبانة عم بتقلك هالحكي، ما تضغطي عليها، حرام خليها تريح راسها شوي. ماشي بوعدك رح نرجع نلعب مع بعض. تمام روحوا انتو. كيف نمشي؟ تك 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 تك. يا الله يا الله سعد، معقولة تكون هاي حقيقة؟ معقولة تكون هاي حقيقة؟ قولي الحقيقة، قولي إنه جنيد مو أبوها لبنتي، وأبوها فرهاد، ما هي؟ الله يلعنكم، الله يلعنكم كلكم، الله يلعنكم كلكم كلكم، خربتوا لي حياتي كلها، سرقتوا لي الأمل الوحيد. فيلدان انت منيحة؟ اه ما كنت بحياتي منيحة قد اليوم. ما جرحتي ايديكي ما هيك؟ كيفك انت اصلي؟ انا منيحة على قد ما فيني يكون. اسمعيني شوي، نحن دائماً منزعل على نفس الموضوع، أنا فهماني عليكي، بس لازم نهدى شوي فيلدان. نهدى؟ لازم نهدى؟ لأنه أنا تحققت كل أحلامي مو؟ ما فهمت عليكي شو عم بتقولي، قعدي شوي ارتاحي يلا.
لسه ما عندك خبر عن الشي اللي صار معي؟ إذا كان قصدك على جنيد، أكيد فرهاد رح يحل القصة، رح ينال جزاؤه. صدقي هالشي وبس. ماشي؟ ماشي، اتفقنا ما هيك؟ ورح يعمل كل شي مشان تضل بنتك تلتقى بأبوها. خلص لا تزعلي. يلا يلا بكفي زعل وبكي، ما بيصير هالشي، بكفي. عم نعيش أيام صعبة، يلا نامي وارتاحي شوي. ماشي، اهدي. الحياة غلطت بحقي وبحقك أصلي. اهدي، يلا اهدي شوي بقى. ماشي، بترجاكي أنا حابة أبقى لحالي شوي. أنت متأكدة؟ لو سمحت. طيب إذا بدك شي. لا تقومي، خليكي، لا تقومي، خليكي هيك. انت منيحة؟ تعي لشوف كيف صرتي. منيحة، يمكن غفلت شوي. فرهاد، ما رح تسمح لهالرجال يمشي بالبيت على كيفه لو شو ما صار، ما هيك؟ ما فيني اتحمل هالشي عن جد. مشان أوزقة، أوزقة يا أصلي، الطفلة ضايعة، شفتها من شوي ركضت لعند أبوه وضمته لأنه اشتقت له. الواحد بيجمد بهيك لحظة. بس جنيد هاد آخر واحد بيستاهل يكون أب أو يكون عنده بنت. أوف، أنتو لحقتوا من قبل وما اهتميتوا لأوزقي، ليش هلأ كتير مهتم هيك؟ ما عم بفهم، ليش فجأة صارت مهمة هاي القصة عندك؟ ماشي، ريحي بالك من هالقصة. خلاص ماشي، بنت صغيرة وأنا عم أحكي هيك. بترجاك فرهاد، خلينا نمشي من هون. رح نمشي، لا تخافي، وأنا حكيت مع خالي. شو قال؟ شو ممكن يقول؟ ما عم ناخد رأيه. لا، ما عم ناخد رأيه أكيد، بس القصة ما بصير نروح بهيك ظرف. بالأخير عنا عائلة والوضع صعب، بس خلص رح زبط الأمور، لا تخافي. صح، شو بدي أقول، معك حق، بس لا تخلي القصة تطول. بترجاك لا تخافي، لا تخافي، أنا هو. إذا خفتي هو كمان بيخاف، ما؟ يعني أحياناً بصير هيك شي، بحس باللي بحس فيه. وإذا فرحتي بحس فيكي؟ إيه طبعاً، طبعاً بحس. طيب هو بيوثق بأبوه؟ أكيد. وأنت بتوثقي؟ وأنا كمان. أوف، تعرف إنه هذا المكان أأمن مكان بالعالم؟